هو دخل له دلوقتي؟ طيب لا لا ما تدخلوش انت، سيبه هو هيتصرف وبلغني باي حاجه تحصل. ما تسيبه يا بهاء، قلت لك نفس اللي بقولك عليه. شكلك متغيرش عن آخر مرة شفتك فيه. حلو العكاز، لايق عليك. قالوا لي إنك طلبت تقابلني. مظبوط. آخر يوم ليا. فقلت أكيد مش همشي من غير ما أشوفك وأطمن عليك. أخبار العلاج الطبيعي بتاعك إيه؟ مواظب عليه ولا بتكسل؟ سليم. خش في الموضوع يا سليم. متسرع. عيبك انك متسرع. قول لي يا حمزة، عملت ايه بعد ما سبت الداخلية؟ دورت على شغل؟ ولا بتقعد كل يوم بالليل لوحدك تفتكرها؟ صدقني أنا أكتر واحد حاسس بيه. أنا عارف كويس يعني إيه يروح منك حد بتحبه، فجأة بتحس إن كل حاجة بقت غلط، بتحس إن كل حاجة ملهاش معنى، كل حاجة ناقصة. بس مع الوقت تتعود. سمر ما كانش ليها ذنب يا سليم. وابني ما كانلوش ذنب يا حمزة. كان ممكن كل ده ما يحصلش. كان ممكن لو كنت سلمت نفسك. مش موضوعنا. انت جيت عشان عرفت ان في عملية اغتيال هتحصل وجاي عايز تعرف تفاصيلها عشان تحاول تمنعها، مظبوط؟ مش انت طلبت تقابلني عشان كده؟ خالص. ما طلبتك عشان اقول لك احنا لسه عندنا اعداد تانية كتير قوي. بص يا سليم، مفيش اي حاجة ممكن تقولها هيخليهم يأجلوا حكم الاعدام. مين قال لك ان انا عايز أأجل حكم الاعدام؟ بالعكس، انا عايز العدالة تاخد مجراها. ولما جبتك النهاردة عشان أقولك إن أنت كمان هتدفع الثمن. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخلية، هو ده اللي هيتقتل الساعة 9 بالظبط، يعني قدامك 12 ساعة من دلوقتي. لو ملحقتوش هقتلهولك بإيدي. اسمع يا سليم، انت مش هتخرج من هنا علشان تروح أي حتة أو تعمل أي حاجة. حكم الإعدام هيتنفذ النهاردة. 12 ساعة. حاول ما تضيعش وقتك. ومتهيألي إن أنا عملت اللي عليا وزيادة. قلت لك مين وإمتى وفين. بس تفتكر حتى بعد ما قلت لك كل ده
هتقدر تلحقه. ويكون في علمك دي أول لعبة نلعبها مع بعض، بس أوعدك مش هتبقى الأخيرة. مختار السويفي؟ سليم قالك هيقتل اللواء مختار السويفي؟ يا نهار اسود، مش ممكن. هو ده اللي قاله يا فندم. ماشي، هيقتله ازاي وهو في السجن؟ انت عايز تجنني؟ لو حضرتك قريت الملف بتاع سليم كويس قوي يا فندم هتعرف ان هو لو عايز يعمل اي حاجه مفيش حد هيقدر يمنعه. حضرتك عارف كويس واختار لي اللواء مختار بالذات. ايوه عارف، عشان اللواء مختار كان ماسك عمليه القبض عليه. بالظبط كده يا فندم، واضح ان سليم مش عايز ينتقم مني بس، لا عايز ينتقم من كل اللي كان ورا دخوله السجن. مش كده وبس يا فندم. وايه كمان؟ مدام سليم يا فندم قال لنا على العملية وحدد لنا الميعاد بالظبط يبقى بيتحدانا. أنا رأيي يا فندم إن إحنا نأجل موضوع الإعدام ده لغاية لما الساعة 9 تعدي. ورأيي كمان إن إحنا نبدأ خلاص يا حمزة، خلاص. مفيش آراء. أنت كده خلصت. يعني إيه يا فندم؟ يعني إحنا كنا محتاجينك عشان تساعدنا نتكلم. خلاص. دورك خلص يا حمزة. تقدر تروح وتستريح. واحنا هنتصرف. اللي تشوف ساعتك يا فندم. Thank you.